أنا تحدثت مع سي زهير المغزاوي على هالمقابلة هذه، أكد لي أنه الموضوع نتاع المحكمة الدستورية والتصويت اليوم راه تم التعرض ليه بشكل عرضي، وإنما المحاطة تركزت بيناتهم على مسائل اللي هي فهمتني أكثر نفع وأكثر إفادة فهمتني للناس. قال اللي هو حثوا على لعب دور أكبر بحكم المسؤولية فهمتي نتاعو في مسألة القيام باتصالات لجلب مزيد التلقيح فهمتي للتوانسة اليوم قاعدين يموتوا فهمتي بالمئات. أطلب منه كذلك أنه فهمتي باش ينفتح على الناس، أنه باش يسمع فهمتي الناس، أنه ما يحصرش فهمتي نفسه وإنما يسمع فهمتي الآراء اللي معاه ويسمع كذلك الآراء اللي مختلفة فهمتي اللي تختلف فهمتي معاه. أطلب من رئيس الجمهورية كذلك أنه باش عدم الاكتفاء بمجرد الخطابات وإنما تقديم مبادرات حقيقية يقدمها فهمتي للبرلمان. ورئيس الدولة أكد له أنه ديجا عنده تقريبا توا ثلاثة مبادرات، اثنين منهم حاضرين وواحدة بصدد الانتهاء منها. مش عاملين من مبادرات زياد، مبادرات تشريعية، مبادرات كذا اللي عنده علاقة مقطوعة مع مجلس النواب وعنده علاقة متوترة مع مجلس النواب، مش عاملين مبادرة. هو 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 تقديم هالمبادرات هذه والدخول في علاقة متاع عمل وشراكة متاع مجلس النواب بنشأ له أنه باش يساهم في إذابة الجليد ويخرج منه، يخرج بينا من الصراعات الدونكيشوطية هذه، إضافة إلى بعض العلاقات العربية. نعم. دونك هذا شنو اللي صار اليوم؟